السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ ميدوشا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير معكم وصفة الكبدة تاع الدجاج المشرملة، وصفة مليحة في الشتاء هذا والبرد، وتجي سخونة وحارة، اللي يحب الحار يديرها حارة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. وقبل ما نبداوها نصلي عن النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. دونك هنا نجيب طاجين ولا مقلة ولا مغميت صوتوز، وش عندكم؟ ندير فيها شوية زبدة وشوية زيت وخليهم يسخنوا. انا الطاجين هنا يطولوا باش يسخن وباش يسخن لي زبدة والزيت. نخليهم يسخنوا على جنب. ما بلا قطعت الكبدة، كما تشوفوا الكبدة تاع الدجاج غسلتها مليح، غسلوها مليح مليح مليح، نعود الماء صافي. ونقطعها يعني كل واحدة وكيفاش تحب تقطعها، اللي تخلي تقطعها خشينة ولا رقيقة، ولا انا درتها كذا قطع متوسطة. ولا قطعوها كامل هاك، بتشوفوا كيفاش كي تتقطع كيفاش تولي. من بعد سخن لي الزيت والزبدة، نديرها تتقلى. انا الكبدة نحب نقليها شوية باش يدخلها طيب كما اللحم، نقليها شوية مواتي طيب، ومن بعد نحيها من الطاجين قبل ما ندير الشرمولة. كاين اللي يديرها طول وتجي بنينة ثاني، يعني اللي يحب يدير شرمولة مع الكبدة مع بعضها ويخليها طيب. دونك انا هنا قليتها شويه، دوك نحيها نديرها على جنب، نخليها على جنب. ولا يدخلها طياب هكذا شويه ونحيها. وهذا الكلمه تاعها ما طيشوش، نزيد فيه ثلث فصوص حتى لربعه، الكبده تحب الثوم. دونك رابي وثلث فصوص ولا ربعه ثوم، وحبه بصله متوسطه ريحتها مليح، رحيوها ولا رابيوها كما نقولوا. وكاين اللي ما يديرش البصله كما بغيتو، البصله يعني شويه كي تذبلوها هكذا كما راكم تشوفوا مع الثوم، تمد صوص خاثره وتجي بنينه ثاني في الشرموله تاعنا. درت نص ملعقه كبيره طماطم مصبره، خلطوا كامل مع بعض، ورحيت زوج حبات طماطم، رحيهم هكذا، زيدهم مع الباقي. والتوابل درت عكري وكمون وفلفل كحل وشويه كزبر والملح. وما تقولوا ليش ما يجيش فيها الكمون، باسكو كاينين اللي يشوفوني ندير الكمون يقولوا لي دير الكمون. الحاجه اللي فيها اللحم الاحمر والكبده، خاصه الكبده تحب الكمون، والكمون يساعد على الهضمه، مليح مليح في اللحم، في الحاجه اللي فيها اللحم. هنا نسيت انا الفلفل، نورمالمون نقليه مع البصله. زدتو هنايا فلفل احمر فلفل اخضر ولا اللي عندكم، وزيدوا الحار اللي يحب الحار. وسك وغطيت ونقصت النار وخليتها واحد 10 دقائق هكذاك، هاكم تشوفوا كيفاش تولي يذبل كلش ويطيب كلش. نزيد كاس ماء حامي ونفرغ الكبده، الكبده راهي طايبه ديجا نص طياب. نزيدها على الخليط هذا ولا على الشرموله هذه، خلطها مليح شويه دبشه كما نقولوا حنا، ديروا دبشه هي الكسبر الاخضر والمعدنوس، زدت شويه معدنوس، خلطوا مليح ونقصوا النار وغطيوها وخليوها واحد 10 دقائق حتى 20 دقيقه. ومن بعد هاو كي طيب كيفاش تولي تختار لاصوص وطيب الكبده تولي زبده وكلشي يطيب تولي هايله. في الاخير اللي حبت تزيد شويه زيت زيتون هكذا من فوق، والله اختياري، للي ما تحبش الزيت ما تزيدش، والله اللي تحب تزيد الحار ثاني. وزينتها بشويه معدنوس شويه دبشه، وهاك ما تشوفوا في وقفه توجد وتجي بنينه ما شاء الله، تجي هايله سورتو في الشتاء. وكما قلت لكم صحيه للناس اللي عندهم الانيمي ولا نقص في الحديد، مليحه بزاف. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، وشهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.